كيف فيك تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي لتتداول وتستثمر بالكريبتو؟ الـ AI في يساعدك بمجال التداول بالكريبتو بعدة طرق، في حلل بيانات كبيرة من سوق العملات المشفرة، ويدرس آراء المحللين البشريين ويقارنها ويقيمها، ويحلل اتجاه العملات المشفرة، ويقدم لك اقتراحات استثمارية بحسب قدرتك على تحمل المخاطر والمبلغ يلي بدك تتداول أو تستثمر فيه. كمان في الـ AI يساعدك على إدارة محفظتك الاستثمارية بالكريبتو وتحديد سعر وقف الخسائر. مش بس هيك، في الـ AI يعدل لك استراتيجيات التداول بالسوق بحسب اكتشافه وتحليله لأنماط التداول اللي بتساعد بتحديد اتجاه العملات المشفرة، يعني إذا كان سعرها رح يرتفع أو رح ينخفض. وهيدي العملية ممكن تكون شوي صعبة على المحللين والمتداولين، خصوصي بسوق الكريبتو بسبب طبيعته المتقلبة جداً. وإنت هل ممكن تثق بروبوت ليتداول بأموالك أو يرشدك للتداول بأموالك؟ شاركنا بالكومنت وما تنسى تعملنا فولو على Financial Freedom Today.